إذا متابعة على شاشة أكسترا نيوز لمستجدات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. معنا الآن الولايات المتحدة واشنطن والسيدة هبة القدسي مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. بعد التحية لك أستاذة هبة، يعني ما هو الوضع الآن في الولايات المتحدة؟ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإدارة الأمريكية وتحدثها أولا بأول، وأيضا عدد الإصابات والوفيات إلى الآن؟ عدد الإصابات في كافة أنحاء الولايات المتحدة وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 173 ألف حالة، وعدد الوفيات تقترب من 3500 حالة. هناك تيار متفائل يقوده الرئيس ترامب بإمكانية إعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى بنهاية شهر أبريل بتوافر الاختبارات لأكثر من مليون أمريكي إلى الآن. في المقابل هناك نظرة متشائمة مع زيادة أعداد الوفيات في مدينة نيويورك أو ولاية نيويورك وحدها إلى ما يقرب من 200 وفاة، وإلى تزايد أعداد الإصابات بشكل كبير. بعض الولايات الأخرى بدأت تظهر فيها أعداد كبيرة من الإصابات، منها ولاية لويزيانا اللي تعتبر الثانية بعد ولاية نيويورك في عدد الإصابات، وارتفعت فيها في يوم واحد نسبة الوفيات من 34 حالة وفاة إلى 185 حالة وفاة في غضون 24 ساعة، وهذا يعني يوضح مدى قلق حكام الولايات الأمريكية بشكل كبير. كما ذكرت هناك تيار يقود رئيس ترامب يحاول بث التفاؤل والقدرة على، ولكن هل هذا التفاؤل مبني على أسس علمية؟ للأسف الجانب الآخر المتشائم يقود خبراء الصحة والمسؤولين عن مركز مكافحة الأوبئة CDC، وهم يتوقعون وفيات تصل ما بين 100,000 إلى 200,000 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، حتى لم يحددوا بالضبط الفترة يعني هتكون قد إيه، بل بالعكس هناك يعني سيناريوهات أكثر تشاؤما أنه مع بطء قدرة المعامل وضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات سيتزايد العدد بانتهاء هذه الأزمة إلى ما يقرب من 2 مليون أمريكي. الآن الجيش والحرس الوطني وقوات الجيش والبحرية الأمريكية بدأت في إقامة مستشفيات ميدانية، هناك ذاخرة وصلت إلى سواحل مدينة نيويورك مجهزة من البحرية الأمريكية بألف سرير وغيرها من المعدات الطبية. ولكن يعني قيل عن هذه السفينة أنها لن تعالج فقط يعني من يعانون من فيروس كورونا، ولكن من يعانون من أمراض أخرى. هي المشكلة أن مستشفيات ولاية نيويورك أصبحت متكدسة بمن يعاني من فيروس كورونا ومن لديه أعراض تستدعي دخوله في العناية المركزة بعد إصابته بالفيروس، وبالتالي هذه يعني لا قدر الله يصيبه أي سوء آخر أو أمراض أخرى لن يجد له مكانا في أي مستشفى ويخاطر بحياته في أن يصاب بالفيروس. فهذا كان الحل البديل لمعالجة بعض الحالات الأخرى التي لا تجد لها مكانا في المستشفيات. نعم. من جانب آخر المنطقة التي تحوي واشنطن العاصمة ولاية فيرجينيا وولاية ماريلاند أعلن حكام الولايتين وعمدة العاصمة واشنطن فرض البقاء في المنازل لسكان هذه المنطقة وفرض عقوبات مالية قد تصل إلى $5,000 وعقوبة حجز ما بين 3 أشهر إلى سنة بالكامل لمن لا يلتزم بالبقاء في المنزل إلا في حالات استثنائية شديدة تتعلق بالمرض أو بزيارة طبيب أو بشراء أطعمة. فالمستويات الآن وصلت إلى مخاوف أن تتحول هذه المنطقة إلى يعني مستويات عالية في الإصابة تشابه ولاية نيويورك.
طيب يعني الفريق يعني الذي يوجد حول الرئيس الأمريكي من أطباء في المؤتمرات الصحفية ما يخرجون به من تصريحات، هل هي تطمئن الشعب الأمريكي؟ يعني إلى حد ما هناك أمل، كما أعلن الرئيس ترامب أن مختبرات شركة أبوت نعم بدأت تنتج أجهزة للفحص لإجراء الاختبارات وتظهر نتيجتها في أقل من 15 دقيقة. هناك أيضا بعض التجارب التي قامت بها المعامل في أخذ عينات أو ما يسمى بلازما من دماء الناجين من فيروس كورونا الذين تم معالجتهم ونجوا من هذا المرض، وحقن به نوع من التطعيم من البلازما الحيوية في دماء الناجين. وهناك أدوية بعينها أيضا يعني أقرت من الـ FDA. بالضبط، في بعض الأدوية التي عولجت أو تم استخدامها في علاج الفيروس سارس ومرض الإيبولا في السابق، بدأ نوع من تطويرها بحيث تتنافى بالرد أو ببعض الخطوات العلاجية لعلاج فيروس كورونا. وأيضا هناك يعني تفعيل لقانون الإنتاج الحربي الذي يمكن الرئيس ترامب من طلب أو من سلطة يعني طلب من المصانع تحويل إنتاجها إلى إنتاج ما يستلزمه الأمر في مكافحة هذا الفيروس. فشركة فورد على سبيل المثال وهي شركة للسيارات بدأت في تصنيع أجهزة تنفس صناعي، شركات أخرى للملابس الرياضية بدأت في تصنيع الأقنعة والملابس التي يرتديها الأطباء في المستشفيات. هناك يعني محاولات كثيرة لرفع الحالة المعنوية، هناك أيضا من الجانب الترفيهي اشترك عدد كبير من الفنانين في محاولة دفع الأمل وإذاعة يعني كونسرت من بيوتهم إذاعة بعض الأغاني، لكن السرعة التي يتم بها البحث عن لقاح وقدرة المعامل على إجراء تجارب وعلى في مراحلها الثلاثة على الحيوان ثم الإنسان من المتطوعين والتجارب السريرية وغيرها، يعني وفقا لآراء الأطباء ستستغرق ما بين 6 أشهر إلى 9 أشهر في أفضل تقدير للموقف. ولذا يعني هناك يعني ما بين التشاؤم والتفاؤل نحاول الحياة في وسط الطرفين النقي. نعم نعم، شكرا لك على هذه المعلومات. كنت معنا من واشنطن السيدة هبة القدسي مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط.